لما شفتك في حاجة غريبة اتحركت جوايا. وده ايه بقى الكلام الحلو ده بقى؟ هتدقيش، انا برضو مش عارف نفسي بقول ايه، لكن كل اللي انا عارفه انا لما بشوفك بستريح. وانا كمان بستريح. بتحبي الورد؟ ورد؟ معرفش، عمر حد ما سألني على الورد ده. اصل انتي عاملة كده زي الوردة. لا، وردة ايه؟ عاملة كده زي وردة بلدي جنب فل جنب ياسمينة، حاجة كده ريحتها حلوة وغامضة في نفس الوقت. مش عارف، فيك حاجة غريبة. يا لهوي يا عجوة، أنا أول مرة حد يقول لي الكلام اللي أنت بتقوله ده. تعالي نخرج كل يوم وأنا أسمعك من ده على طول. يلا نخرج كل يوم طالما هتقول لي الكلام الحلو ده. حاجة تزهق، حاجة تقرف. أنا خلاص زهقت، قرفت من البلد اللي ما فيهاش حاجة تتعمل دي، والبيت اللي أنا محبوسة فيه في أربع حيطان مع ضل راجل. ربنا يسامحك يا توحة. اتصرف، شوف لي شغلانة، اعمل أي حاجة. شغل إيه يا توحة؟ ما أنت عارفة إن هنا ما فيش ستات بتشتغل. وبعدين تشتغلي ليه؟ إحنا مش محتاجين، أنا أهلي مبسوطين وعندنا أرض. بقولك شوف لي شغلانة. برضه شغل، وأنت اللي زيك تعرف تشتغل إيه؟ انت بتعرفي تعملي حاجه؟